نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: مجلس الوزراء السعودي يشدد على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن. أمين عام محلي حضرموت يناقش المشاريع الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المحافظة. مدير تربية ساحل حضرموت يؤكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على إعادة تفعيل صندوق دعم التعليم. فريق الحوار الوطني يناقش الإقصاء الذي طال العسكر الجنوبيين في المهرة.